حاسس صعبة معايا. دلوقتي الضغط الطبيعي من 10 مللي متر مركري ل 20 مللي متر مركري. الخوف من زيادة الضغط ايه؟ الخوف من زيادة الضغط ايه؟ ان العين هي كده، دي العين وده الاوبتيك نيرف صح؟ الاوبتيك نيرف له بداية جوه العين اسمها الاوبتيك نيرف هيد. الاوبتيك نيرف ده له بداية جوه العين اسمها اوبتيك نيرف هيد او اسمها اوبتيك ديسك. الخوف ان الضغط ده يضغط زيادة الضغط دي تدوس على الاوبتيك نيرف ديسك ده لانها حته ضعيفه، انها حته ايه؟ ضعيفه. كان في حاجه في السكرين اسمها لامينا كيربلوزا كان طالع منها الاوبتيك نيرف فايبرز والاوبتيك ديسك، دي اضعف جزء في السكرين. فالخوف ان الضغط ده يضغط على المنطقه دي ويبدا يعمل انجري الاوبتيك نيرف فايبرز، وبالتالي لما يحصل انجري الاوبتيك نيرف فايبرز يترتب على كده ان اجزاء من مجال الابصار اللي بتساعدنا في رؤيه الاوبتيك نيرف فايبرز تضيع. يبقى كانه جلوكوما هي تشينج في الاي او بي، خلي بالك ما قلتش زياده قلت تشينج، تغير في الاي او بي. هذا التغير سفشنت كافي انه يعمل اوبتيك نيرف دامج ويبدا يعمل فيجوال فيلد تشينجز، ولو الكلام ده ان تريتد ممكن يؤدي الى بلايندنس، كل الاوبتيك نيرف فايبرز بتاع العصب البصري تموت. المفاجاه الغريبه يا سامح ان ممكن يكون ضغط العين طبيعي يعني 18 بحكم الارقام طبيعيه، وعمل الكلام ده اوبتيك ديسك دامج وفيجوال فيلد تشينجز، اعتبرها جلوكوم ولا ما اعتبرهاش؟ اعتبرها جلوكوم. مش المهم الرقم، المهم تاثير الرقم. مش المهم الرقم، المهم تاثير الرقم. مش المهم الرقم، المهم تاثير الرقم. يعني معايا مثلا 1000 جنيه دلوقتي يعملوا ايه 1000 جنيه دلوقتي؟ ابويا كان بيبقى معاه 1000 جنيه من 20 سنه كان بتبقى حاجه جميله جدا، واخد بالك قصدي ايه؟ يبقى مش المهم الرقم، المهم تاثير الرقم. بنفس المعنى ممكن يكون ضغط العين عالي 22 حكم الارقام دول كام؟ كويسين ولا قليلين ولا ايه؟ كتار صح كده؟ ممكن يكون الضغط 22 والاوبتيك ديسك كويس والفيجوال فيلد كويس، تبقى جلوكوما ولا مش جلوكوما؟ مش جلوكوما. عشان كده عندنا لفظين انا كاتبهم في المذكره واعتقد مش موجودين في الكتاب، لازم تكوني عارفاهم لو انت بتذاكري من الكتاب. لفظ اسمه نورمال تنشن جلوكوما. نورمال تنشن جلوكوما. ولفظ اسمه اوكيولار هايبر تنشن. نورمال تنشن جلوكوما ده اي او بي نورمال، ادي واحد زائد اي او بي نورمال زائد. مش عايز كلام بقى، كلام صعب ولا عايز اركز فيه؟ اوبتيك ديسك تشينجز زائد فيجوال فيلد تشينجز. هو الاوكيولار هايبر تنشن يعني اي او بي زياده، لكن اوبتيك ديسك بتاع نورمال مفيش فيه حاجه، وفيجوال فيلد نورمال مفيش فيه حاجه. دول تعبانين لكن دول كويسين. عشان كده الجلوكوما يا دكتوره وفاء مش هي زياده الانتراكولار بريشر خالص. ده اي او بي، اي او بي شيء سفشنت تو كوز اوبتيك ديسك تشينج. عشان كده دكتور عادل بيحب التعريف اللي انا هكتبه ده بيديك فيه برضه. جلوكوما از اوبتيك نيوروباثي زي ما الدكتوره هدى قالت بالظبط. جلوكوما از اوبتيك نيوروباثي ان ويتش in which زيادة الـ IOB is only risk factor، يعني فقط risk ايه؟ risk بس فقط. يعني هو اوبتيك نيوروباثي يعني مشكلة في العصب البصري يعني. ده تعريف الدكتور عادل عبد وده تعريف التكست بوك المحترم اللي احنا بنذاكر منه يعني. يعني ما احنا خلاص اوبتيك نيوروباثي يعني نيورو اوبتيك نيرف. اوبتيك نيوروباثي يعني ديزيز الاوبتيك نيرف يعني مشكله في الاوبتيك نيرف. اوبتيك نيوروباثي ان ويتش زياده الاي او بي هي مهمه طبعا، بس هي اهم حاجه في الزون ولا فقط فقط ريسك فاكتور؟ فقط ريسك فاكتور وفي ريسكات فاكتور كتير. ماشي الحل؟ فقط. هو اصلا ايه اللي بيكون الضغط داخل العين؟ ايه اللي بيكون اصلا الضغط داخل العين؟ لو جينا عملنا العين كده رسمناها بس لازم تكون محترمه يعني عشان وايه اللي بيكون الضغط داخل العين؟ ايه اللي بيعمل الضغط؟ اكيد السوائل. في العين اثنين سائل، سائل اسمه الاكواس وسائل اسمه الايه؟ الفيتراس. مين فيهم اللي بيتحكم في ضغط العين؟ الاكواس. ليه بقى؟ لان الفيتراس اللي ورا ده كميته ثابته، لكن الاكواس هو اللي في حاله تكوين وتصريف طول الوقت، تكوين وتصريف، تكوين وتصريف. عشان كده اللي بيتحكم في ضغط العين فعلا هو الاكواس. عشان كده كاتب الكتاب انه اللي بيعتمد او اللي بيتحكم اللي بيتحكم في ضغط العين الايه؟ الاكواس فورميشن
معدل تكوين الاكوس اكيد اكوس درينج معدل التصريف وكمان الايبس كلير فين دريشن. دلوقتي يا احمد يا طاهر الاكوس ده في الاخر هيخش جوه الايبس كلير فين، هيخش جوه الايبس كلير فين، خدت بالك انت ازاي؟ في الاخر يعني يبقى معنى كده لو الضغط بتاع الفين ده عالي يبقى الضغط بتاع العين برضه هيبقى ايه؟ هيبقى عالي. فهو بسيط، ضغط الفين لما يبقى عالي هل الاكوس هيقدر يخش جوه الفين؟ لا، سكه مقفوله يعني، خدت بالك ازاي؟ طب تمام. يبقى اذا اللي بيتحكم في ضغط العين ومعدل تكوين الاكوس ومعدل تصريف الاكوس وهو الابس كرير الفين اوف بريشر. طب تمام، تعالي ناخد كلمتين كده عن التكوين والتصريف والكلام ده. بيتكون ازاي الاكوس؟ قال لك والله الاكوس بيتكون من السيريالي بروسيسز. منين من السيريالي بروسيسز؟ من الدم، من الكابيلاريز بتاعتها. بيطلع بطريقتين، طريقه باسيف وطريقه اكتف. الطريقه الباسيف بيقول عليها الترا فلتريشن، الطريقه الباسيف بيقول عليها الترا فلتريشن. ازاي؟ ادي الوعاء قدامه اهو، بفرق الضغوط الفلويد يطلع من داخل الوعاء الى خارجه. من غير طاقه ومن غير اي تي بي صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب ومن غير الكلام ده خالص. يعني الترا فلتريشن دي حاجه بس كده كده هتحصل يعني. طيب وطريقه ثانيه اكتف، اكتف محتاجه انزيم اسمه كربونيك انهيدريز انزيم، محفوظين مهم ده اعتقد انكم خدتوه في الفرن. كربونيك انهيدريز انزيم ده بيساعد في الاكتف سكريشن اوف ايكوس. معنى الكلام انه لو حصل انهبيشن للكربونيك انهيدريز انزيم السكريشن بيجرى له ايه؟ بيقل. عشان كده الادويه اللي بتقلل ضغط العين اسمها كربونيك انهيدريز انزيم انهبيتور. خد بالك؟ اكتبي جنب كربونيك انهيدريز انزيم كمان بيتا ريسبتورز. يعني بيساعد في الاكتف سكريشن كمان البيتا ريسبتورز. حاجه اسمها بيتا ريسبتورز، عارفين بيتا والفا والحاجات ديت. البيتا ريسبتورز دي موجوده على السيريال بروسيسز. الاستيميوليشن التحفيز بتاعها يساعد على افراز الاكوس، وبالتالي البيتا بلوكر، البيتا بلوكر بتعمل ايه في ضغط العين؟ بتقلل ضغط العين. عارفين البيتا بلوكر دي زي تيمولول، تيمولول خدتوه والله العظيم في فارما، مش انتوا عارفين عيله بولول بروبرانولول ومش عارف تيمولول واحد من العيله ديت واللي بيساعد في الانهبيشن اوف ايكوس سكريشن. المفروض بيقول لك بقى معلومات كده برضو كده بدائيه، بيقول لك ان الايكوس ده الاماكن كتير جدا لو عايزين تغيروا حاجات لو انتم مضايقين ده على ورا لو انتم مضايقين من قاعده ورا في اماكن كتير جدا مش عارف انتوا مش هتقفليش نظرتك على الدنيا على الحاجات دي. ادهم الا بين حليب فايه ان الايكوس ده يعني كلام شبه كلام كده من الاول ووتر فلويد. ووتر فلويد حاجه مائيه كده فيلنج الدستير تشامبر والانتير تشامبر ووظيفته ان هو يعمل هيدريشن للاي فاسكولار ستراكشر. جلوكوما يا دكتور، جلوكوما يا دكتور سيطر على ايه؟ على ووتر فلويد بيبدا بالسيل تشامبر والديل تشامبر. هذا الفلويد بيعمل نيتريشن، بيدي نيتريشن للحاجات الاي فاسكولار سواء كانت اللينس سواء كانت الكورنيا. يمكن انا قلت مره قبل كده ان الايكوس ده اللبن الحليب اللي بترضعه العدسه بتاعه العين، مش هقول لك الكلام ده، وبترضعه الكورنيا كمان يا عم احمد. اي اي فاسكولار ستراكشر وياخد الوساخه بقى بتاعتها في ويست برودكت طبعا صح؟ ياخدها يطلع بيها يخش بيها على الفين. ماشي؟ يبقى ده تكوين الايكوس. تكوين ازاي الايكوس؟ يا بس بيا اكتف تحت سيطره انزيم اسمه كربونيك انهيدريز انزيم، تحت سيطره ريسبتور اسمها بيتا ريسبتور. تمام. طب التصريف في باس واي كلنا عارفينه اسمه ترابيكولار باس واي ده 80%. يعني التصريف بيتم اغلبيته عن طريق ترابيكولار باس واي. اغلبيته عن طريق ترابيكولار باس واي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو كان ايه؟ الايكوس يطلع من السيريال بروسيسز. الايكوس يطلع من السيريال بروسيسز. يدخل في البيوت شمبر. يروح البيوبل. يطلع على الانتر شمبر. يطلع على الترابيكولار ميشول. وبعدين بعد الترابيكولار ميشول في حاجه اسمها كانال شليم ومنها الى الايبيسكلينا الفين. ومنها الى الايبيسكلينا الفين. ده التصوير اللي اللي احنا قلناه ده ينفع يبقى الترابيكولار باسوي وينفع يبقى اسمه السيركيوليشن اوف ايكوس. طريق مرور الايكوس في البوستيريور تشامبر
بيوبل هتيجي تشوفها ترابيتو المشوي كان انا مش لم ابس كلير البيت. ومعنى كده انه ببساطه الاكواس طالع من الدم الاحمر وراح في الاخر للدم الازرق اللي اسمه الايه الفين. يعني الدم الاحمر يطلعه نظيف وفريش وفيه اكسجين ونيوترينت وكده، ولما يلم وسخه ويست برودكت والكلام ده يطلع يدخل على الدم الايه الفينوس. تمام تمام. ده 80% من الدرينج، لكن في 20% بيروحوا في حته ثانيه يمكن اول مره تسمعوا الكلام ده في حياتكم. الاكواس اللي بيوصل انديل تشيمبر هنا ممكن جزء منه يروح واخد نفسه رايح هنا كده في الحته دي كده. ايه ده يا عم الحد ده يا عم الحد؟ في مسافة موجودة ما بين السيلياري بادي والسكليرا. في مسافة بين السيلياري بادي والسكليرا اسمها سوبرا سيلياري سبيس، اللي مكملة حوالين الكرويد واسمها سوبرا كرويدال سبيس. فبيروح الحتة دي، بيروح يوصل المنطقة دي. الباسوي ده وانا اصلا رابعة ما كانش مكتوب عندي في الكتاب وانا سنة 2000. الباسوي ده مكتشف حديثا، طلعوا قطرات هندرسها ان شاء الله بتشغل الباسوي ده. معنى كده حتى لو ترابيكولار مشوار كده بايظ خالص ادي عندنا باسوي تاني شغال اهو اسمه يوفيوس كليرا. الباسوي يوفيوس كليرا انت لو ترجمتها تعرف الدنيا معناها ايه. يوفيو تفاصيليا اليوفي والكرويد دول ايه يوفيا السكليرا، يعني الباسوي اللي بيودي الاكواس ما بين اليوفيا والسكليرا السوبرا سيلياري والسوبرا كرويد، ومن السوبرا سيلياري والسوبرا كرويد برضو الى الفينز تاني برضو. في فينز هنا تانية بقى هتاخده على اسمها فورتكس فينز، هتاخده الى الفينوس سيركيليشن. صعب الكلام ده؟ اعتقد ما هوش صعب خالص. طيب مع مساهمة، بيقول لك مع مساهمة متواضعة من مين؟ من الايرس. حد فاكر حاجة في الايرس اسمها كريبتس؟ كريبتس كريبتس دي كانت ديبريشن على الانتيريور سيرف بتاع الايرس صح؟ حد مذاكر كويس يقول لي الكريبتس دي كان فيها اندوثيليوم ولا لا؟ لا ما كانش فيها اندوثيليوم. تعرف يعني ايه ما كانش فيها اندوثيليوم؟ يعني في منطقه الكريبتس دي الانديريو تشمبر مباشره على مين؟ على الايرس. وممكن يمتص شويه اكواس الى داخل الايرس، داخل الايرس بلاد فيزنز. خدت بالك قصدي ايه؟ هتلاقي مش هتلاقي مكتوب في الكتاب خالص، هتلاقي في المكتوب مذكره ايرس. اكتبي فوق ايرس كريبتس، انا كاتبها. طب والله برافو عليك. ايرس اكتبي بس جنبها كده نسبه ضئيله جدا، يعني احسن تفتكر ال 20% دي هي الايرس. يعني ايه؟ يعني 20% دي 19.9% يوفيوس كليرا الباسوي والباقي ايرس. فاهم قصدي ايه؟ تلاقي بس في ايرس كريبتس دي مساهمه ضئيله. مساهمه ضئيله جدا. تتصرف ازاي الايكواز بقى يا استاذ هيثم؟ ركز معايا. بيتصرف ازاي الايكواز؟ بيمشي 80% في الباسوي اللي انت عارفه، اللي هو يدخل الترابيكولار مش ورك والكلام بيشلم والفين. 20% باسوي انت مش عارفه، يخش هنا كده الازرق ده. ما بين السيلياري بادي والسكريرا، حاجه اسمها يوفيو سكريرا باسوي، خش في السوبرا سيلياري سبيس والسوبرا كورويدال سبيس عشان يمتص برضه الى الفينز في الاخر. مع مساهمه ضئيله جدا فتفوت الخنطقه كده من خلال الايرس كريبتس. تمام؟ صعبه؟ ديفيكالت؟ طب تمام. عايزين ندخل بعد كده نشوف ايه موضوع الانجل اوف انتيريك شمبر ده؟ زاويه العين. مش احنا دلوقتي قلنا ان 80% من الاكواس بيتصرفوا منين؟ 80% من الاكواس بيتصرفوا منين؟ ترابيكولار مش عايزين ندرس منطقه الانجل اللي واقع فيها ترابيكولار مش دي ونعرف كده الايه الموضوع ده، عشان الحصه النهارده هي تبان انها مقدمه يعني، بس والله العظيم ما تفهمي حاجه من غير ما تفهميني انا بقول اهو. تمام ركز كده. انا عايز ادرس المنطقه دي، خلي بالك انا هحددها اهو. عايز ادرس انا المنطقه دي. المنطقه دي اسمها الانجل اوف انتيريور تشامبر، زاويه الخزانه الاماميه للعين. الانجل دي انتيريورلي في الكورنيا وجزء من السكليرا، وبوستيريورلي في الايرس والسيلياري ايه بادي، هي واقعه في النص منه. صعب الكلام ده؟ طب تمام. عايز اسال نفسي اولا الاستراكشرز اللي هشوفها ايه؟ ازاي هعمل لها اكزامينيشن وايه الفاليو بتاعت الاكزامينيشن؟ خلينا نسال نفسينا ايه الاجزاء اللي هنشوفها. عادي جدا جدا. بص بقى دلوقتي كان في خير لما قالوا خير حاجه اسمها ديسمت ميمبرين. ديسمت ميمبرين ده كان ميمبرين كده في الكورنيا صح؟ كان ينتهي التكوين. ايوه ينتهي بتكوين الترابيكولار مشول صح؟
يعني هو كان ماشي كده راح متقطع ومكون الترابيكولار مشوي، فهيبان لك يا سموحه نهايه الجسم وبدايه الترابيكولار مشوي بس خلاص. يعني رقم واحد هو نهايه الجسم اللي اسمه كده اسمه شوالبز لاين شوالبي. اتنين تحت منه مباشره حاجه اسمها ترابيكولار ايه مشوي. صعبه دي على الرسمه عندك في المذكره، ولا انت بتروح كده تلاقي رسمه برضه كده خرافيه مرسوم فيها نفس الكلام ده. تمام. ثلاثه في بروز او بزبوز من السكليره. قلنا قبل كده البزبوز ده النبي قلنا اسمه ايه البزبوز ده؟ سكليره السبير. سكليره السبير حته بارزه من السكليره. بصي سكليره اهي، بصي سكليره اهي، 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 طلع بروز اهو، بس انا مش عايز ابوظ الدنيا. شفت البروز ده اسمه سكلير سبيرت. يبقى دي تالت حاجه هبان. رابع حاجه هبان جزء من السيلياري بودي، واخر حاجه جزء من الايرس روت. الاماكن كتير جدا قدام لو متضايق من ورا، صف كامل، نص صف، ربع صف، ربع صف، ربع صف، ربع صف، كتير جدا. مش عارف انتوا الاوضه دي بتمثل لكم مشكله كبيره جدا. في حصه بكره ان شاء الله صح؟ صح؟ بس حصة 12 ده عند 4 12 صح؟ طب حاولوا تيجوا بدري عشان نبدا شرح 12 دي نبداها 12 وربع، حاولوا تيجوا بدري عشان ما ناخدش في الأوضة الكئيبة دي. ماشي؟ بتضايقوا أنتوا منها والله مش عارف ليه. أنت بتحبها؟ أنا بحبها برضه. طب تمام. طيب يبقى في نهاية الديسلت ممبرين اسمها شوالبز لاين. ترابيكولار ميشو. سكليرال سبير. برضه في سيلياري بودي، برضه في روت اوف ايريس. لو انت بتوع الكتاب عشان ما تتلخبطيش مش هتلاقي روت اوف ايريس ده مكتوب اللي هو رقم 5. معلش اكتبيه الله يخليك. لو انت من اصدقاء كتاب الوزاره اكتبي رقم 5 برضه في روت اوف ايريس، حته من جذر الايريس. نقول تاني بقى، نقول تاني. الكلام ده بيتسال، الكلام ده مهم. لا لا ده بيتسال ده. ومره جالهم في الامتحان النظري. اناتومي في انجل في انتيري تشامبر اند ديسكاس كذا، حته من الجلوكوما يعني. وكلمنا عن نوع الجلوكوما الفلاني يعني. ماشي؟ ده مهم ده. بص يا سيدي، بص يا استاذ احمد. اول حاجه في حاجه اسمها شوالبز لاين، ده عباره عن اوبيك لاين ريبريزنت الترمينيشن اوف ديسمت ميمبر. ترابيكولار مشوي دي تقريبا ده عباره عن زون بيجمنتد زون، حته بيجمنتد كده. بعد كده في سكليرال سبير، لونه ايه السكليرال سبير؟ لون السكليرال سبير لونها ايه؟ ابيض، وايتش باند او وايتش لوكيشن. بعد كده في بارت بارت اوف سيلياري بادي، بارت اوف سيلياري بادي خامل انه يوجي فتلاقيه دال براون، وبارت بارت اوف ايريس روت. انزلي اخر الصفحه اللي في المذكره اللي مش هتلاقيها عندك في الكتاب اصلا. اللي هي ايه بقى اخر الصفحه؟ يقول لك دلوقتي قيمه الكلام ده، قيمه الكلام ده ان انا اقدر اقسم الانجل. اقسم الانجل ايه؟ الى مفتوحه ضيقه مقفوله. ايه النبي كلام جميل جدا. لو شفتي الخمسه كلهم مفتوحة جدا وايدلي اوبن. لو شفتي ثلاثة اثنين تبقى نارو، لو ما شفتيش حاجة خالص تبقى كلوز. لو انت من بتوع كتاب الوزارة الله يخليك الجريدنج ده مهم. تنقليه من زميلتك جنبك ولا من أي حد. الأنجل بتتقسم إلى مفتوحة ضيقة مقفولة. عشان كده يا دكتورة هدير آن الأوان إن أنا أقول معنى كلمة اوبن أنجل وكلوزد أنجل جلوكوما اللي كانت بتدهولاك وقرفاك. مش الكلمة دي كانت مضايقاكوا؟ مش مضايقكم؟ اهو لو احنا بنفحص الانجل، واحد ضغط عينه عالي وبنفحص له زاويه عين، شفنا الخمسه ستراكشر يبقى عينه ضغطها عالي والزاويه مفتوح. ولو ضغط عينه عالي وبنفحص له الزاويه فما شفناش ولا حاجه تبقى مقفول. فكري كده. فكري دكتوره مها مش كده؟ فكري كده يا دكتوره مها. عمر ما الانجل تبقى كلوزد غير في حاله واحده بس، ما لهاش تاني. ليه ايه بقى؟ اللي هي ان الايرس ابن الذين لا يسيب مكانه ويلزق في الكل. عشان يخليك لما تيجي تبص تشوفي ولا ما تشوفيش؟ ما تشوفيش. يبقى ده مش هيحصل غير لو حصل ايريدو كورنيال كونتاكت. اللي انا كاتبها برضه. مش هيحصل غير لو حصل ايرس اتاتش للكورنيا. يعني الكلوزد انجل دي اللي هي زيرو انجل، زيرو انجل، زيرو. تحصل في الايرس اتاتش للكورنيا. نقول تاني بقى، نقول تاني. انجل وايد دي اوبن مفتوحه على البحري، خمسه ستراكشرز متشافه، ولو جبت ساعتها المنقله يا دكتوره اماني تقيس الزاويه، مش كان عندنا منقله في الاعدادي ولا في الابتدائي ولا ايه؟ كان في منقله كده، وتقيس الزاويه تطلع حوالي 45 درجه. حوالي 45. ماشي؟
بعد كده في نارو ضيقه انت مش شايفه الخمسه، اقل من خمسه، ثم كلوز مش شايف حاجه خالص. ولو جبت المنقله وقست كلوز تلاقي قد ايه؟ صفر، لازقه في بعض. اي استنتج بالكل الكلوز ده ممكن مش هتشوف حاجه، مش هتشوف حاجه خالص، مش هتشوف خالص. طب عشان ما تشوفش حاجه خالص من وشي لازم اعمل كده، فاهم؟ لازم الاير تسيب مكانها وتطلع تلزق فوق، خدت بالك ازاي؟ هو ده اللي كان معنى كلمه اوبن انجل وكلوز انجل، هو ده. وعشان كده عندنا دلوقتي حاجه اسمها الاكزاميشن، اللي هي بقى الجمله اللي فوق، حاجه اسمها بنيوسكوب. لو انت بتقرا كتاب الوزاره هتلاقي بنيوسكوب دي مكتوبه في الصفحه اللي بعد كده. معلش ذاكريها بالترتيب اللي انا مرتبه ده عشان خاطر هي ايه مش متنظمه، يعني الكتاب كاتب من كل فيلم اغنيه. تلاقي بنيوسكوب صفحه 152. لو انت بدات المذكره تلاقي الكلام قصادك طبعا. من هنا ورايح ابو احمد ناصر، من هنا ورايح لما اقول لك جونيوسكوبي مش هفسر لك يعني ايه، لازم تبقى انت فاهم. جونيوسكوبي ميثود فور اكزامينيشن اوف ذا انجل اوف انتيريور تشامبر، جونيوسكوبي ميثود اوف اكزامينيشن اوف انجل اوف انتيريور تشامبر، جونيوسكوبي فحص الزاويه. الحقيقه ان احنا لما نيجي نفحص عين حضرتك او عين حضرتك نروح عاملين كده، عاملين كده الايرس مش عارف ايه الافسر ايه، لا هنفحص الانجل بالطريقه دي؟ لا للاسف الانجل لو حطيت عليها نور كده مش هتشوف حاجه خالص، مش هتشوف حاجه من الانجل يعني، لسبب بسيط جدا، لسبب بسيط جدا. خلينا بس كده نشوف احنا اتفقنا على ايه. احنا مش هنعرف نفحص الانجل بالطريقه العاديه دي، فلازم نروح جايين حاطين على العين عدسه، عدسه كده اسمها جونيو لينز. يعني طريقه فحص الانجل اسمها ايه؟ جونيوسكوب. العدسه المحطوطه اسمها جونيو ايه؟ جونيو لينز. الجونيو لينز دي لها اسماء عايزك تحفظيها، احفظيها مش عايز احسن. جولد مان وكوبيه، كوبيه لينز طز. طيب بس خلاص، يبقى طريقه فحص الانجل اسمها ايه؟ جونيوسكوب بمساعده عدسه اسمها ايه؟ طب ليه بقى احمد ما ينفعش ان احنا نروح جايين حاطين نور كده على عين سعادتك ونفحص الزاويه وخلاص ونروح دماغنا بقى من الغرف ده؟ الحقيقه ان الشعاع اللي هيكون خارج من الانجل في الحاله دي مش هيعرف يخرج لبره العين، مش هتشوفه، هيرتد لجوه. حاجه اسمها توتال انترنال ريفليكشن، خدتوها في الفيزيك. بيقول لك ايه؟ ركز كده اصل كلام جميل جدا. حينما يمر الشعاع من الوسط واحد الى الوسط اثنين فانه يلاقي الانترفيس، طب ده اللي هو الايه؟ فانه يلاقي الانترفيس ده اللي هو الايه؟ اللي هو ده الحد الفاصل، فانه يلاقي الحد الفاصل بزاويه، هذه الزاويه هي التي تحدد معدل انكسار. لحد ما هنوصل لزاويه معينه اسمها الزاويه الحرجه كريتيكال انجل، ساعتها الشعاع مش هينكسر، ده هيمشي موازي للسيرفس، واكتر من الزاويه الحرجه هيرد لجوه تاني. قولوا لي ما خدتوش الكلام ده عشان اعرف ان انتوا ما كنتوش خالص في ايه؟ في علم علوم خالص، ان انتوا جايين من ادب. حينما ينتقل الشعاع من انجليزي الى كنت عربي when raised transferred from medium number 1 to medium number 2 it meet interface by an angle at angle critical angle no refraction above it there is reflection yes the total internal مكتوبه عندي total internal reflection. فهمت قصدي ايه؟ طب بس ثانيه واحده. طيب يبقى اذا يبقى الانتقال من العين للهواء يخلي الشعاع يرد لجوه، لكن لما حطيت له عدسه ازاز ما اكدبش عليك هي الزاويه ما اتغيرتش، هي برضه اكتر من الحرجه وكل حاجه، بس بالنسبه للازاز انا دلوقتي مش منقول من العين للهواء، منقول من العين للايه؟ من العين ما عدلش حرجه، فالشعاع يطلع ويطلع. خدت بالك انت قصدي ايه؟ فهمت حاجه؟ يعني ما ينفعش اجيب نور واعمل كده، بقول لك والله بص ال 25 شمس فيها الانجل بتوعك زي الفل، ابقى بضحك عليك. لان النور اللي انا حطيته مش هيرجع لي اصلا. واخد بالك ازاي؟ ده بسبب موقع الانجل، موقع بتاعها موقع مخلي الشعاع اللي طالع منها اكتر من ايه؟ من الزاويه الحرجه، احسن له توتال انترنال ريفليكشن. معنى الكلام الهزي ده كله عبد الله ان انا ما عنديش حلول غير ان انا اعمل جونيوسكوبي بمساعده ما تدعى جونيو. بعمل جونيوسكوبي بمساعده ما تدعى جونيو فونيوليس. بس كده خلاص. عندنا نقطة تانية مهمة جدا اسمها تونومتري. وركزي بقى خالص فيها دي، تونومتري. أو ميجرنج الأي أو بي، عايزين نقيس ضغط العين. ميجر الأي أو بي، عايزين نقيس ضغط العين.
بالتالي. الفصل ده يا جماعة الفصل ده فصل صعب. ومش عارف انت ايام فصول الفصول ديت بتيجي في ايام الامتحانات بقى مفيش ازاي. تقعدي تقولي لي مش مذاكراه يبقى ما تزعليش بقى هتقعد تعقدي. يعني الرمض الصعوبة تبدأ من الفصل ده جلوكوما كتر اكتريتنا سكوينت ايروز الكلام الصعب الدسم يعني اللي عايز شرح يعني واخد بالك ازاي؟ اسمعني بس الاخر. فيبدو يا احمد يا طاهر انه يقعد جنب اخوه. عارف اخوه؟ كونجام كتايفا. عارف اخوه كونجام كتايفا؟ هيقعد جنبه. هيقعد جنبه. كله قاعد جنب بعضه. طيب يا راجل. مش هنا خالص. وبعدين الطلبة سخيفة جدا انا مش عارف اول دفعة تطلع غبية كده بجد. لا والله غبية جدا يقول لك ايه؟ انا عندي راوند ايه 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 دي؟ ما بذاكرش غير ايه دي؟ انا عندي راوند كوميون دكتور حمدي بيدينا 20 حق ما يديك يا عم راجل مجتهد وانت تجتهد وتذاكر برضه ماشي فحضرتك براحتك بقى خالص هنرجع معاك ان شاء الله مع بعض الترم الثاني باذن الله طب يلا عشان نقيس ضغط العين وقال لك الدكتور ما عادش بيشرح كويس ما عدناش بنفهم منه ليه عشان بقينا ثلاث حصص فالكميه كبيره وانت حضرتك ما بتذاكرش فالكلام دخل في بعضه فاكيد ما بتفهمش مني اكيد يعني هتفهم ازاي؟ هتفهم ازاي وانت مش فاهم اللي فات ولا ذاكرتيه؟ انا مش قصدي عقدكم، ولا كنت عقدتي؟ خلاص ذاكروا بس الله يخليك، انا بقول لك الاسبوع الجاي هديك اجازه عشان تذاكري امتحان الراوند اللي جاي قبل الثوره من 24 ان شاء الله. مش كلهم امتحنوا قبل الثوره؟ طب خلاص. نعم؟ لا يا اخي ان شاء الله يبقى بقى كلنا ناسيين يا عم. ان شاء الله. استاذ تفرقع عشان الناس كلها ناسيين. ننزل ضد الثوره يعني. يا اخي لا يا اخي انكر الكلام ده وانا واخد 130 صوت. وقال ان الماسونيه العالميه هي الوجهه. يعني ايه الماسونيه العالميه دي؟ والله العظيم المصحف انا متضايق من نفسي جدا ومتضايق من نفسي ومراتي متضايقه من نفسها برضه. احنا بنقعد طول الليل نتفرج عليها يا جماعه ما بنقدرش نسيبها ما بنقدرش نخش التواليت حتى ما بنقدرش يفوتنا لقطه ولا حاجه منه بجد لا مجرم وبعدين ما فيش فاصل ولا عود القناه مش فيها اعلانات القناه وش المهم طب يلا مش مشكله كويس هعوض الراجل القذاف الطيب ده اللي مات عوضه بجد عوض بص يا ستي الله يخليكوا ذاكروا بقى خلينا بس نركز كده عايزين نقيس ضغط العين عايزين نقيس ضغط العين في طريقه مش في الكتاب اعتقد اسمها ديجيتال ميثود هي طريقه رفع يعني انت اكتبي ديجيتال واكتبي رفع مكتوب عندك في المذكره كل حاجه بنعمل ايه بقى لو انا جبت بالونه وضغطت بصوبع من ناحيه الصوبع الثاني هيجرى له ايه هيطلع لفوق صح؟ طب لو جبت كوره كفر وضغطت بصوره بس خلاص هي دي ديجيتال ميثود ان انا هاجي اخلي عيني اغمض يقفل جفنه واضغط بصباعه واستنى اشوف الثاني هيجرى له ايه؟ هيرتفع بسيط هيرتفع قوي مش هيرتفع خالص فبناء عليه انا اقيم الموقف واقول ايه؟ اقول والله ده تي بوزيتيف او تي نيجاتيف او تي ان يعني يا زايد يا ناقص طلعت برقم كده رف 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 بنعملها ساعات انا اعملها يعني انا دلوقتي في اجهزه طلعت صح؟ والله انا مثلا شفت ضغط عين الدكتوره وقسته بالجهاز فخلاص انا طبعا في دماغي ان الاحساس ده يقابل 16 مثلا اخدت بالك؟ قسته كده يعني عايزه اي حد يكون عملها كتير جدا عشان يجي له السنس ده ان يعني اساتذتنا ما كانش الاجهزه ايامين متوفره قوي فدلوقتي يجي يعمل ايه؟ خدوا قيسوا هتلاقيه 18 يطلع فعلا مثلا 17 19 يعني قريب خالص من اللي هو قال لا ده ضغطه قليل ده ضغطه بتاع 12 خد قيسه يطلع مثلا 11 13 12 زي ما هو قال فاهم قصدي ايه؟ فهي اعتقد خلاص بقى ما احنا خلاص بقى ربنا ادانا اجهزه فعشان كده ما عادش الديجيتال ميثود دي بنستعملها قوي في اجهزه خلاص كده؟ نشوف الاجهزه سيبك من الديجيتال دي في حاجه اسمها تونومتري تونومتري تنشن يعني ايه؟ تنشن يعني ضغط متري يعني مقياس ضغط العين تونومتري ركز بقى الله يخليكي كده اول مره حاولوا يقيسوا ضغط العين بداوا يعملوا طريقه اسمها طريقه الغرز لديح كان بيجي يجيب تقل حاجه حديد يحطها على العين او النبي بحيث نحاول حاجه الحديد دي لها فيها وزن يحاول الوزن ده ينزل يغرز في الكورنيا عشان كده الطريقه اسمها طريقه الغرز اندنتيشن بنشوف
الاماونت اوف اندنتيشن اوف كورنيا لسيرتن ويت باي سيرتن ويت. لو الكورنيا دي ضغطاء ولو العين دي ضغطاء صفر يعني ضغطاء قليل هتقاوم الغرز؟ رد عناي اقاوم الغرز؟ لا، المفروض ان الجهاز فيه مؤشر، هيتحرك المؤشر ولا مفيش اي مقاومه؟ مفيش اي مقاومه. لو انا حطيتها على عين ضغطها عالي جدا هتقاوم ولا مش هتقاوم؟ حاجه ناشفه، هتقاوم ولا مش هتقاوم؟ هتقاوم، والمؤشر يتحرك مسافه كبيره. الراجل اللي عمل الجهاز ده اسمه شويتز، اسمه كده الراجل شويتز، والجهاز باسمه اسمه شويتز. مطلع لنا مع الجهاز يا عبده ورقه جدول يقول لك لما المؤشر بتاعك يوصل للرقم الفلاني يبقى الضغط يساوي جوه العين كذا. هو عمل بقى يعني جاب عينين كتير وعمل لهم الحكايه دي. اطفي النور كده، فهمت حاجه اللي انا قلته؟ بيقابليني لو فهمت حاجه. ده الجهاز اهو، ده الجهاز عباره عن حته حديده اهيت وفيها مؤشر، وده الجدول اللي جاي مع الجهاز. بس ده هيتفرد، لا المفروض هيتفرد، ومكتوب على الجدول ايه بس في اس ناقصه هنا. شويتز، شويتز راجل الماني، حتى لقوا عليها نقطتين كده، لها نقطتين غراب كده ماشي. حتى كان الماني هنا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ قول عليها نقطتين دي. ده خلاص، بس ده العيان وهو بيلاقي هذا المصير نايم على ظهره لازم يبقى صباعي من غير مخدر؟ ما يتقل بقى، حط له مخدر على عينه عشان ما يحسش بالحديده، وازلين بالحديده كده على عينه. فالمؤشر اهو اتحرك مسافه. انت مثلا لقيت المحرك بقى واقف مثلا عند الاثنين او الثلاثه، وانت حاطه تقل وزنه قد كده، الجدول معاكي بقى عند وزن تقل كذا والمحرك وصل لكذا، يبقى ضغط العين يساوي تقريبا كذا. معاكي على فكره، انت معاكي اثقال مختلفه، تقل اهو تقل اهو كده ماشي. صعبه الكلام ده، ايه رايكم في اكيوريت ولا ايه؟ ولا الدموع ده لو الضغط، لو الدكتور ضغط بايده شويه غير القرايه، لو العيان زرع عينه شويه ضغط القرايه، لدرجه بيقول لك لو عربيه نقل عدت ممكن تغير القرايه، تهز الاثنين كده تغير القرايه. فالكلام نوت اكيوريت اكيوريت، لكن ايه اللي مكتوب عنه؟ خلاص الكلام ده طبعا، الكلام ده طبعا في جامعه الزقازيق، الجامعه يعني في مستشفى الجامعه يعني، هو ده الاله المعتمده. تلاقي الكتب بقى المحترمه كاتبه ايه؟ جهاز سيلدم يوزد نو دايز، نادرا ما يستعمل هذه الايام، ما يعرفش ان في هنا ايه؟ بكر. مفيش امكانيات يعني نجيب الاجهزه الاحدث، من الاجهزه الاحدث اغلى. طيب يبقى اندنتيشن تونومتري، احنا بنشوف الديجري اوف كورنيال اندنتيشن باي سيرتن ويت بوزن معين، هو ان البيشنت لاينج سوباين. وتخيل احساس ان انت في حديده مقربه من عينك، ما انت شايفه وانت عميتي، ما انت شايفه نايمه على ظهرك، ولازم نايمك على ظهرك، دي كارثه ثانيه اصلا يعني، كارثه ثانيه. العالم ما بيقول نايم على ظهرك بيحس ان في مشكله كبيره، هنعمل حاجه يعني في عينه، هنخرم له عينه ولا بتاع، وحديده جايه تقترب تقترب. قال له يا دول معلش مش هتحس بيها. عشان كده طلع واحد عمل لهم جهاز اسمه ابلانيشن، قال لهم حرام عليك، حرام عليك تغرس في الكورنيا. ليه تغرس في الكورنيا لما ممكن تبططها؟ والله ما بهزر، ليه بس فاكرني بهزر؟ لا لا يا جماعه انا بحب الهزار، والله بحب الهزار. الجهاز الثاني ده اسمه ابلانيشن، ابلانيشن التسطيح، التبطيط، التبطيط. ده جهاز هنتفرج عليه دلوقتي، بيحاول الجهاز ده يبطط مساحه معينه من الكورنيا بقوة من الخارج، القوة فورس، حاول يبطط بيها مساحة، المساحة اريا. في واحد بقى قال لك ان البريشر قانون، ده كان القانون رقم واحد في كتاب الفيزياء. كتاب الفيزياء فين؟ طيب البريشر بيساوي فورس على الاريا. بص فيك معلش انا عارف ان مش انجليزي كلكم زيي. الضغط تساوي القوه على المساحه. المصحف ده كان القانون رقم واحد في الكتاب. والله العظيم كان اول في اول مذكره. الضغط يساوي القوه على المساحه. ما ايه؟ ايه؟ ما كانتش اول مذكره؟ المهم كان عندك ما اول مذكره، انا كان واخد ثانويه 96 فكويس قوي. بالنسبه لي كان اول مذكره، انتوا قبليه كان في فصول ثانيه.
ده تعرف على قدره الفول قصدي الضغط يسير قوه على المساحه. تمام خد بالك بقى خد بالك العين دي كوره جواها ضغط وانا بضغط من بره بايه بقوه بحاول اعمل ابلانيشن لايه لمساحه. معلش الحته دي هتضايقك. الراجل اللي عمل الجهاز ده افترض اختراق من واقع قياساته البني ادمين كتير وعيون ميته يعني واحد لسه ميت خد عينه وقعد يقيس الضغط بالطريقه ديت ويقارنها بالطريقه الادق على الاطلاق. تعرف عشان تقيس الضغط حاجه يعني حاجه اسمها مانومتري. يعني مانومتري يعني تجيب العين كده تخش جواه وتشوفي الزئبق وصل لحد فين. مش هينفع نعمله بني ادم صاحي ده. فهو عمل بالمانومتري اللي هي الطريقه الادق وعمل بطريقته وصل انه عند اريا 3.6 مللي من الكورنيا عند اريا 3.6 مللي من الكورنيا تقريبا القوة تساوي الضغط. يعني كأن عند 3.6 مللي القصة تساوي واحد يعني. كأنهم ساعتهم هيبقوا حاجة واحدة. خدت بالك قصدي ايه؟ فإذا الفكرة ان انا هحاول اعمل ابلانيشن الاريا مساحتها قد ايه؟ 3.6 مللي. وانا بازل من بره فورس. ساعتها الفورس المبذولة من بره تساوي القوة ايه؟ في الداخل. بقابليني لو فاهم حاجة. اقفل يا عم النور. كلام يا اخي هفق جدا يا اخي. الكلام ده بتقول ايه ما بيجيش؟ متأكد انت؟ متأكد صح؟ طيب القصر العيني مش عندنا، عندنا بيجيش طبعا. القصر العيني والله وما اعبد كنت بدي ولاد في 6 اكتوبر وبتوع القصر العيني هم اللي بيمتحنوه كل سنه. ميجر تو دي يعني هاو تو ميجر انتر اوبلر ريليشن، هاو تو ميجر انتر اوبلر ريليشن. السر يا عم يعني. دلوقتي ده الجهاز اهو بق الجهاز. الجهاز ده واصل بالبتاعه دي. يعني هو حته واحده يعني المفروض انهم حته واحده. وفي روتيتنج بلب في بتاع كده بتغير هي بتغير القوه المبذوله. كل ما تغيري كل ما ده يدوس بقوه اكتر. والمفروض ان انا بضغط على قرنيه العيان بتلامس معاها والمفروض ان هما الاثنين قاعدين على جهاز اسمه السليت لم. هما الاثنين قاعدين على جهاز اسمه السليت لم. طبعا انتوا مش متخيلينه عشان مش متخيلينه. ايوه هما الاثنين قاعدين على الجهاز ده. ما هذا هو جهاز راكع على جهاز السليت لم. فهتروح الدكتوره ولا الدكتوره اهو مقرب الجهاز بحسين مسعين الايه المريض ويبدا يبص. ويبص على ايه دكتور؟ يبص على كده. كده هو يبص على ده هي الحته دي. شايفه حاجه هنا؟ ركزي كده في حلقتين خضرا انا هعلمهم وارجع اشيلهم دلوقتي مكان ما انا لازم كده. لانه شايفينهم حلقتين خضره. الجهاز متصمم بحيث لما الدكتور وهو قاعد يشوف الحلقتين الخضر دول يبقى الاريا 3.6 مللي اتبططت. بس يكون الحلقتين عاملين كده. بص عاملين كده اهو زي ما هي مرسومه كده راكبين على بعض كده. كده يبقى وصل ال 3.6 مللي. كده يقرا ساعتها القوه المبذوله. لسه ما وصلش للمنظر ده يزود او يقلل لحد ما يوصل للمنظر ده. وصل المنظر ده يبقى وصل للمساحه اللي الراجل مقترحها لاختراع الجهاز اللي هي 3.6 مللي. وعندها قوه من الخارج تساوي تقريبا الضغط في الداخل. حد فاهم حاجه؟ طب افتح النقطه. يعني كانه بيقيس بصي سيب المهاكس بقى ده كله عشان نقول جمله مفيده. بيقيس الفورس اللي بقدر اعمل بيها ابلانيشن لاريا 3.6 ايه؟ مللي. بس خلاص. يبقى بيقيس القوة المبذولة من الخارج اللي توصلني لاريا 3.6 مللي. التفاصيل دي كلها عشان تفهم بس. تمام كده؟ تمام. أنا ممكن أوصل لحاجة معاكم. هو كل القياسات اللي اتقاست دي دقيقة ولا مش دقيقة؟ حتى الأخير ده مش دقيق. عشان كده أنا قلت إن الجلوكوما رقم ولا تأثير رقم؟ تأثير رقم. أنا قبل ما أنتوا تيجوا كنت بقول مش المهم الرقم، المهم إيه؟ تأثير الرقم. عشان عمر ما في قياس منهم هيطلع مظبوط. يعني واحد عنده ضغط 18 وفي تغيرات في قاع العين بسبب الجلوكوما. تشخصيه جلوكوما ولا لا؟ هو ضغط 18 طبيعي من 10 ل 20 تشخصيه جلوكوما. اصل 18 دي متقاسه باجهزه والاجهزه دي فيها اخطاء. ممكن ال 18 دي تكون 22 والاجهزه غلطانه.
تكون 21 والاجهزه غلطانه. فاهم قصدي ايه؟ فانا الرقم مهم طبعا. مش هيجي لك واحد 45 وتقول لا انت مش جلوكوم. مش هيجي لك واحد 45 وتقول لا انت مش جلوكوم. فاهم ازاي؟ يبقى الجهاز بيغلط في ايه؟ 35 بتاعه. طيب الابلانيشن ده في منه حاجه اسمها جولدمان وحاجه اسمها بيركنز طز، وطالع منه حاجه دمها خفيف جدا 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 اهي. هو نفس الجهاز طالع منه كده باين، مش محتاج ان انا اقف في النور، مش موتون وبن يعني. هو نفس فكره الجهاز بس ممسوك في الايد، وطلع حاجه نفس الفكره برضو ألذ جدا. ما حدش صعب عليه الكورنيا اللي بنبططها ولا اللي بنغرس فيها دي، فطلعت حاجه اسمها اير باف. اير باف، اير باف بمنظر بيقعد العيان ومن بعيد كده الجهاز بيطلع له هواء بقوه معينه، بيحاول الجهاز ده بهذه القوه يبطل 3.6 مللي، وعنده حاجه برضو تعرفه اذا كان وصل للاريا ديت ولا لا. وطبعا ده لذيذ جدا ونان كونتاكت. نان كونتاكت يعني مكتوبه نان كونتاكت بدون تلامس، بيمسش الكورني بس معتمد على نفس الفكره. لو عايز اعرف الدنيا ماشيه ازاي، فالجهاز الحديدي الاولاني ده ب 600 جنيه وجهاز الابلانيشن المحمول على السليت لام ب 2500 جنيه وجهاز الابلانيشن المحمول في اليد ب 15000 جنيه والاير باف ب 36000 جنيه. اجيب انا جهاز ب 36000 جنيه عشان اقيس ضغط العيان؟ معانا ابو مدد ناقص اسبوع احسن. ده العياده فيها مليون جهاز تاني، افتح النور. ما العياده فيها مليون جهاز تاني، عشان كده مش هتلاقي الاير باف ده مثلا غير في اثنين بس، واحد في اسكندريه واحد في القاهره مثلا يعني، بحقيقي مش بهزر. جامعه الزقازيق الشويز الحديده. اغلب عياداتنا بقى دلوقتي خلاص بقى احنا اتقدمنا الابلانيشن المحمول على السليت لامب. لما تلاقي مثلا التونو بين اللي هو بيتمسك في الايد ده موجود مثلا في الزازيق في اربع خمس عيادات، فمين يا الجمح طبعا ما فيش كده وهكذا يعني. تمام؟ فهي بس المشكله ان العمليه ايه؟ دي تكنولوجيا، تتكلم في التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا طبعا دي مشكله، تخصص ابن لذينة ما حدش ياخد. طب تمام. لسه ولاده بيفتح يجيب العيل وياخد الرغيفين والبيضه اللي هو تجرد الايه الحساب بتاعه. المهم يا عم الحاج، تعالى نشوف يعني ايه جلوكوما. خلاص انا بدانا دي كلها مقدمه. جلوكوما هرجع لكم على الفرق بسرعه كده. نراجع لكم. احنا قلنا جلوكوما ما هياش ضغط، دي الانترودكشن. احنا ما قلناش، ما قلنا جلوكوما ما هياش زياده ضغط. الجلوكوما هي اي تشينج، انا مغيرها في المذكره، اي تشينج في الاي او بي سفيشنت اللي يبدا يعمل اوبتيك نيرف دامج. خلاص؟ وبعدين اتكلمنا عن ان في فورميشن وعرفنا انه يبقى سي بي اكتف وفي درينج يا ترابيكولار يا يوبيوس كليرا. اساسا الترابيكولار ايه؟ انت فاكر ان انا هشرح تاني قوي؟ ايه ده؟ على نياتك جدا. طيب تمام. فاكر ان انا هشرح تاني كله؟ لا لا ده كلمتين كده يا سيدي تمام خالص. طيب في حاجه اسمها الانجل. الانجل فيها كام استراكشر؟ انت حضرت الكلام ده؟ فيها خمسه. يلا ها يلا يلا ها من بره لجوه. يلا يا دكتوره شمس من بره لجوه. شوالفز لاين وراه، ترابيكولار ميشورك وراه، سكليرال سبير وراه، جزء من السيليري بودي وجزء من الاي. بنشوف الكلام ده بطريقه اسمها جونيو سكوبي. لو شايف الخمسه استراكشرز من الانجل اوبن، لو شايف اقل تبقى نارو، مش شايف حاجه تبقى كلوز، ولن يتاتى انها تبقى كلوز غير لو الايريس اتاتش بمين؟ بالكورن. بنقيس ازاي ضغط العين ديجيتال والطريقه رف او بتونومتري، اندنتيشن اللي هو شويد وابلانيشن، وفي احدث منهم بقى اللي هو الاير باف اللي هو نون كونتاكت ميز. الجلاكومي يا كونجينيتال يا اكواير، والاكواير يا برايمري يا سكندري. اكيد سكندري از ريزا كوز، برايمري از ريزا كوز. سامح ايريدو سايكلايتس ادت الى جلوكوما كونجينيتال ولا اكواير؟ اكواير. برايمري ولا سكندري؟ سكندري. البرايمري شخصيا اللي مالهاش سبب هنعرف ان هي يا برايمري جلوكوما اوبن انجل يا برايمري جلوكوما كلوزد انجل. يعني يا ضغط العين عالي والانجل مفتوحه ومش عارفين سبب، يا ضغط العين عالي والانجل مقفوله ومش عارفين سبب. فكك من اللي مضايقك، تعال نبدا في الكونجينيتال جلوكوما. شوفي انا تحت ايدي دلوقتي، تحت ايدي دلوقتي اربع عناوين. عنوان اسمه كونجينيتال جلوكوما، عنوان اسمه برايمري اوبن انجل صح؟ اكوايرد برايمري اوبن انجل، عنوان اسمه اكوايرد برايمري كلوزد انجل، وعنوان اسمه سكندري. الاربعه مش هقول لك، مش هقول لك، لازم حضرتك الدكتور عادل عبد الرازق رئيس القسم تخصصه الدقيق جلوكوما.
فاهم حاجه؟ كل واحد فينا له تخصص دقيق، يعني واخد الدكتوراه في حاجه يعني، او عامل ابحاثه بعد كده في حاجه يعني، ماشي؟ تخصصه الدقيق جالك كوما. فما تزعليش بقى لو لقيت في الامتحان سؤالين ثلاثه جالك كوما، ما تزعليش. وطبعا طبعا طبعا الامتحان الشفوي هيبقى جلوكوما، هو الرمد يغير جلوكوما وكتره، ده هو الفصل ده والفصل اللي جاي، فخدي بالك يعني. طيب فتعالى نبدا في جينات الجلوكوما، مش لازم اقول لك مهمه، مهمه جدا. اللي اسمها بوفسالموس. للاسف كلمه بوفسالموس دي كلمه قله الادب، معناها عين الطور. معناها عين الطور، انا ما نعرف ايه عين الطور دي. انا ما نعرف ايه عين الطور دي دلوقتي. قال لك والله السبب ايه الديفينيشن قصدي؟ الديفينيشن عباره عن كونجينيتال انكريز في انتر اوكلار بريشر. زياده في ضغط العين كونجينيتال بسبب وجود انوماليز كلوزنج الانجل. عشان تفهمي ازاي الانوماليز قفلت الانجل لازم نعرف ازاي الانجل بتتكون اصلا. بص يا ست، خير ولا ما كانوا خير؟ كانت الكورنيا والايريس نازلين في بعض. ده في الامبريولوجي الطبيعي، الكورنيا والايريس نازلين في بعض. بعدين فصلوا عن بعض في مرحله معينه من الامبريولوجي. وتكونت المسافه اللي بينهم اللي اسمها انتيريور شيمبر، واتملت حاجه اسمها ايه؟ بس خلاص زي الفل. اغلب الكورنيا واغلب الايريس جايين من الميزوديرم. يعني هم اصلا كانوا في الاول كتله واحده اسمها كوانوكان، كتله واحده صح؟ كان اسمها ميزوديرمال ممبرين. حصل له كليفج، كليفج يعني اتشق وكون حتتين. خلاص ده بنفهم بس. تطلع مين بقى الانوماليز اللي تقفل الانجل كالاتي يا عم احمد؟ بص يطلع ان يتبقى ممبرين صغير كده قافل الانجل. مش هما كانوا نازلين في بعض؟ في حته بس صغيره متبقيه بينهم. بريزنس اوف ابنورمال ميزوديرمال ممبرين كلوزنج الاكواس اوت فلو. ده مهم ده. لان ده اشهر حاجه لقيناها في العيال دي اسمه باركان ميمبرين. باركان، باركان ميمبرين، باركان ميمبرين، باركان ميمبرين. انت عندك ثلاث اسماء، باركان والن وميني. احفظي باركان ده اهمهم، لو مش عايز تحفظ الباقيين مش مشكله، بس ده باركان مهم خالص. باركان ده تاني حاجه بقى. بصي بقى السواد بقى، السواد ان هم ما يفصلوش اصلا عن بعض. يعني الايريس والكورنيا هيبقوا لازقين، تلاقي مكتوب عندك فيلير وسبليتنج اوف ميزوديرمال ممبرين. فيلير وسبليتنج هم كانوا حته واحده اسمها ميزوديرمال ايه؟ ممبرين. كاتبها بطريقه ثانيه الكتاب والمذكره، فيلير اوف كليفج اوف انتيريور تشامبر. ما هي هي يا احمد. عايز تكتبها بطريقه ثالثه اسهل، فيلير اوف سيبريشن اوف ايريس اند كورنيا. هي 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 فيلير اوف سبليتنج اوف ميزوديرمال ممبرين، هي فيلير اوف سبليتنج اوف ايريس اند كورنيا، هي فيلير اوف كليفج اوف انتيريور تشامبر. اللي اقترح الحكايه ديت ولقاها في عيانين الن طز باركان اهمهم. وفي فكره ثالثه، بص يا ستي دلوقتي ديت الانجل اهي، دي الانجل. السيليا اليهودي المفروض وراها صح؟ لا، طلع السيليا اليهودي للاسف قدام، مسك قدام، عمل كده. عمل ايه في الانجل؟ غطى امها. فورورد انسيرشن للسيلياري مصل، خاصه اللونجيتيودنال مصل. سيلياري فورورد انسيرشن. دي اسمها موميني طز. موميني طز. مين اهمهم بقى؟ باركان. باركان بريزنس اوف ميزوديرمال ايه؟ ميمبرين. ده حوالي 80% من العيانين بالله عندهم باركان ده. طيب المرض ده لما بيحدث، بيحدث في الاطفال بانسيدنس دمه خفيف جدا. انسيدنس دمه خفيف. قاعده اسمها قاعده التلتين. تلتين العيال دي بيجي لهم المرض ده بايلاترال، مفاجاه غير ساره. تلتين العيال دي بويز، ذكور، مفاجأة برضه غير صعبة. تلتين العيال ديت بيفور 3 ييرز، قبل سن 3 سنين. فأنا عايزك تقول إن القاعدة هي تلتين وتكتبي جنبها تلتين بي كمان. تلتين بي خفيف. تلتين باي لاترال، تلتين بويز، تلتين بيفور 3 ييرز. كاتبها أعتقد الكتاب تلتين إن ذا فيرست 3 ييرز، خليها تلتين بيفور 3 ييرز. تبقى ماشية لذيذ، تلتين بي. قاعدة تلتين البي. وفي ملاحظة أنا كاتبها ومش كاتبها الكتاب، بتقول إيه الملاحظة؟ الملاحظة بتقول إنه كلمة كونجينيتال دي عارفين معناها إيه؟ معناها إن المرض حصل إمتى طيب؟ أدبيرس صح؟ كلمة كونجينيتال دي المفروض إن معناها أدبيرس، بس أنت بتقولي إن مش كل الحالات أدبيرس صح؟ فإن فعلا حصل أدبيرس إذا إت إز ترو كونجينيتال. إن حصل بعد البيرس بشوية كده لحد سن سنتين أصبح إنفانتايل. وفي حالات بتبقى هو مولود بنفس المشكله، عبده هو عنده المشكله مولود دي، بس على بال ما بيعبر عن نفسه بيكون وصل لحد مثلا 12 13 لحد 16 سنه يا اخي، ده ساعتها نسميه جون في ناين. فهمت حاجه؟ ساعات دكتور محمد عبد القادر بيسال في الكلام ده، ساعات بيسال فيه وهي منطقيه. يعني انا لو جالي طفل صغير في العياده عنده 5 سنين وضغط عينه عالي
اقول ده مش كونجينيتال. ها اقول ده مش كونجينيتال، كونجينيتال بس مش ترو كونجينيتال، ده كونجينيتال من النوع الجوفينايل. ما هو ادبيرس كونجينيتال انفانتايل لحد سنتين، وجوفينايل من اول بقى بعد سنتين لحد 16 سنه. ما هو انت بتعتبري في حكم فتور الطفوله والكلام ده لحد 16، مش تعرفين الكلام ده؟ تقسيم دبليو اتش او للطفوله؟ طب تمام. مش لحد 20؟ لا لا مش لحد 21. لا طب تمام. هي جميل جدا. مين هيجاوبني بقى؟ حد طيب. هيثم هيجاوبني. الولد يشتكي من ايه هيثم؟ ارتفاع ضغط الدم. ايوه بالظبط. ايوه ايوه بالظبط كده يا عم. ارتفاع ضغط الدم اللي هو ايه؟ حاجه ثالثه خالص غير ده اللي اتكلم عنه. لازم تشتت نظر. هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من ايه يا دكتوره غالي؟ ايوه بالظبط. الولد مش هيشتكي من اي حاجه. برافو عليكي. بالولد مش هيشتكي من اي حاجه يبقى فندم لسه مولود. برافو عليكي. تمام. ده عيل صغير لسه مولود اللي هتشتكي مين يا جماعه؟ الام. خلي بالك بس والله تسير الكلام ده بالشفا. تخش كده انت مشدوده واعصابك مشدوده بقى. ايه الولد بيشتكي من ايه؟ ظريف الدكتور بيستظرف دم. والله ما بهزر والله تسير. مش عايز اقول لك مين بيعمل الحركه دي عشان ما تقوليش ده بيستظرف دم. واخده بالك؟ فغالبا السيمبتومز جه من بايظه مظهر. قدامك احتمال من اثنين، يا اما بتكون ذكيه يا اما بتكون خفيه. لو امك ذكيه والله ما بهزر، فالكلام ده جدا كلها بتدفع اخطاء اهله تجيب ال والله كلها بتدفع اخطاء اهله. يعني مش انا ايوه افهمك السؤال ده. طيب يا اما تجيب الواد ايرلي بثلاث حاجات يا اما تجيبه ليد بثلاث حاجات. دلوقتي الضغط بيعلى في عينه والاكواس المتراكم عمال يخش جوه الكورنيا بيتحوش فيها، والكورنيا دي فيها اعصاب سيلياري نيرفز، يبقى هيشتكي من برين ولاكريميشن وفوتوفوبيا وبليفروس بزم وديمينيوشن اوف فيجن. الله ملابل خايفه العميه بين يجر وراه لاكريميشن وبليفروس بزم نتيجه اريتيشن للنيرفز بتاعت الكورنيا اللي فيها الاحساس ونتيجه ارتفاع ضغط العين. والكورنيا فيها اوديما اكيد في فوتوفوبيا، والكورنيا فيها اوديما اكيد في ديمينيوشن اوف فيجن. بس ده واد لسه مولود والواد بيعيط. تحطيه مين يعيط؟ تحطيه شمال يعيط؟ تنام على ظهره يعيط؟ يعني هتقدر الام توصف البين ولا مش تفهم ده؟ ده مستحيل تفهمه. هو بيعيط كده بيعيط كده بيعيط. العيال الصغيره دي مقرفه قوي يا هيثم. ربنا يوريك حاجه تقرف بجد، حاجه تقرف. بيبقى فيها اطفال رخم تجيبه كده يعيط تجيبه كده يعيط. وبعدين ما بيحلالوش يصحى غير بالليل. يعني في عيال كده. طب يعني ده طب عايزين نشتغل. انت هتشتغل ازاي؟ الواد بيعيط. طب تمام. وحضر الكراويه وسواد اسمه. طب تمام. ده البيت مش تبعنا خالص. مش هتعرف تقوله. ولا الام هتعرف تقول الديمينيوشن اوف فيجن. انت عارفين الاطفال بيتعرفوا على امهاتهم على سن 3 شهور 4 شهور. ده لسه مولود. يبقى اللي هتعرف تقول الام الثلاثي ده بصي لاكريميشن بليفروس بازم فوتوفوبيا. الام ناصحه لاحظت ان الواد الدكتوره هبه بيدمع من ساعه ما اتولد. لاحظت ان الولد مش قادر يستريح في الاوضه المنوره لما تهدي له النور يتبسط. لاحظ ان الولد زر على عينه وقافل عليه. دي ام ذكيه جابته ايرلي غير الغبيه. اتفرم النور احسن بيتحرك على الغبيه. اتفرم النور ورينه الغبيه بقى يجيبه كده. ده شبه امه الواد ده. والله ما بهزر. بص العين دي كورنيا دي كلير كورنيا ثبته لحد ما الميه ثبته لحد ما القديمه بوظت القرنيه خالص واصبحت تيزي كورنيا. تيزي كورنيا يعني مش كلير نوت كلير تيزي مخبشه. جات لك بعد سنه. قال جالي بعد سنه يقول لي ايه؟ ما بيشوفش كويس. هيشوف ازاي يا بنت هيشوف ازاي؟ قلت لك الواد مش عارفني لسه. انا مالي هيعرفني ازاي؟ هيعرفني ازاي؟ هيعرفني ازاي؟ ديمينيوشن اوف فيجن. وكمان العين بتاعت الاطفال الاستيك، الاوتر كود الاستيك مطاط. كل ما الضغط يعلى كل ما العين تكبر، كل ما الضغط يعلى كل ما العين تكبر، كل ما الضغط يعلى كل ما العين تكبر. جابته لك في مرحله ان عينه كبرت. انا حاسه ان عينيه كبيره شويه. طب دي كويسه شايفه. حاسه ان عينه كبيره شويه. لارج اي. ده واد هندي وامه هنديه. ماشي والله ما بهزر. والصوره دي خلاص 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 دي صوره ارحب شويه ما بهزرش. دي صوره الذ شويه. دي في مذكره على فكره. في المذكره كنا جايبين العين دي قايلين عليها ايه؟ اتروفيا بلوات. الثانيه فيها بوف صلبس. بص الكورنيا
مبسوطه اقول لك العين دي زرقت جميله جميله. كورنيا هيزز هيزنس هيزي كورنيا لارج اي تلاتوليك وعينه ارض البطيخ او ديمينيوشن اوف فيجن. وعلشان العين بتكبر بنسمي المرض ده بوفسالموس، قله ادب وسفاله مننا بنسميه بوفسالموس عين الطور، لان العين بتكبر بتبقى زي الطور عين الطور. عارف زمان يا لما بيجوا يعملوا غزل يعني احمد غزل عفيف كان يقول لك عيونهم كعيون المها عينها قد عين البقره، واخد بالك ازاي؟ ده غزل عفيف واخد بالك ازاي؟ تمام. فالكلام ده مش مهم. نقول تاني بقى، يلا يا دكتور ياسمين، الام لو ذكيه ولقطت تجيب الولد ايه للثلاث حاجات هم ايه؟ لاكريميشن فوتوفوبيا ديفرنس بس. ولو غبيه وسابته لحد ما تدهورت حالته هتجيبه بايه؟ هيزي كورنيا لارج اي بين قوسين اوكس اي ودايمينيوجن اوف فيجن. طب انت بقى دكتوره المفروض ان انت هتفحصيه صح؟ اوكس يعني تور، تور عين التور. طيب تمام هتفحصيه. الحقيقه ان في جمله جميله جدا انا كاتبها في المذكره بتلخص كل اللي تحت من ايه؟ تحت من الفحص ده. بتقول ايه الجمله؟ بصي، اي بول اي بول ويل ديستند سوف يزيد حجمها ان فرونت اوف انكريز ذا اي او بي، ان فرونت اوف زياده سهم فوق اي او بي ديو تو الاستيك اوتر كوت. يعني ايه؟ العين هتقعد تكبر تحت تاثير زياده الضغط بسبب ان الاوتر كوت والكورنيا والسكليرا في العيال الصغيره الاستيك مفاض، عشان كده هتلاقي العيون عامله كده. لو قلت لك الكورنيا حجمها صغنطط ولا كبير؟ مش عايز غباء. الكورنيا حجمها لارج طبعا. كورنيتنا احنا بالفيرتيكال 11 وبالهوريزونتال 12 بتاعت العيال مولودين 10 10 مللي نورمال ادفيرسي 10 مللي، فهي تزيد على الرقم ده. طب لارج وكلير ولا لارج وكلاودي اند هيزي نوت كلير؟ لارج وكلاودي اند هيزي نوت كلير. طيب الحاجه كمان كل ما تكبر 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 عماله تكبر ممكن تتقطع فيها حاجات بالعرض، تلاقي فيها قطعات بالعرض. الكورنيا عماله تكبر فتلاقي فيها قطعات في الديسمت ممبر الماشيه بالعرض. القطعات دي اسمها دكتور امنيه هابس استرايا. استرايا في الرمد اتنين استرايا مفيش غيرهم. استرايا هابس، هابس دي استرايا هوريزونتال بالعرض، واسترايا فيرتيكال اوف بوجيت في الكيراتوكونس. معلش معلش حاجات انت ما تعرفهاش. فيرتيكال استرايا اوف فوجيت في الكيراتوكونس. وسبحان الله الفيرتيكال العالم بالفي فوجيت، والهوريزونتال اللي هي بالعرض ترانزفيرس العالم زيها بالاتش اتش اتش اسمه هابس مش هبه، هابس هابس استرايا هاب هاب استرايا هاب هابس استرايا. ماشي؟ ليه القطعات دي بسبب الاستريتش اللي عمال يحصل؟ وفي معلومه الكتاب مش موضحها ولا المذكره عرفيها بس هنحتاجها دلوقتي. الكورنيا بتكبر في الحجم وبتبلج كمان، يعني بصي بتبلج وتلرج ينفع يعني صح؟ بتبلج وتلرج يعني كمساحه تفرد وعامله شويه بلج لقدام كمان. عشان دلوقتي لما اقول لك الانتيري تشامبر يا دكتور اماني تقولي لي شاله ولا دي؟ انتيري تشامبر شاله ضحله ولا دي عميقه؟ دي طبعا دي عشان البلج بتاع الكورني صح ولا جاي لي؟ طب تمام. والسكليرا بلو سكليرا. ايه ده ايه ده؟ كان في فصل اسمه السكليرا كان في موضوعين مهمين، كان في موضوع اسمه البلو سكليرا كانت اسبابها يا احمد يا عواد شيبس السي تشيلدرن الاتش والبي وفصلمس اللي بندرسه سبحان الله. يعني السكليرا بلو. طب ليه السكليرا بلو يا احمد يا عبد الله ضيف؟ اصل الاستريتش بصي انت هتلف تلف 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 وكل ما اسالك على تفسير حاجه تقول لي العنوان اللي فوق اي بول ويل ديستند ان فرونت اوف انكريز ذا اي او بي ديو تو الاستيك اوتر كود. يبقى ليه هي بلو سكليرا؟ جاوب بقى، اصل الاوتر كود استريتشد ولما السكليرا بقت استريتشد بقت سن ورتني مين تحت منها الكورويدال فينز فطلع لونها ايه؟ بلو. فاهم حاجه؟ بس خلاص. يبقى تاني الكورنيا لارج كلاودي وفيها هابس سترايب، والسكليرا ها بلو سكليرا، والانتيري تشامبر اكتبي جنب الانتيري تشامبر ام اس كيو، اكتبي جنبها ام اس كيو سيف دي في ام اس كيو جدا. ليه بقى؟ انا بنعرف ليه بعد كده بس السيف كتير جدا في الام اس كيو. معلش اقفل النور برضه عشان تبقي شفتي كل حاجه عشان خاطر ايه دي تبقى اخر صوره. يعني دي اسمها هابس سترايك، هي دي.
اللي هي فين بقى اللي هي دي اللي ماشي واللي هنا دي ده حضرتك لمعة النور مالكش دعوه بيها هي الاستراية باينة هنا دي في النص فتلاقي عندك مذكرة باينة ولا مش باينة لكم بالعرض هنا دي اسمها ايه ترانسفيرس استراية دي استراية يعني حز او قطع اسمها هيرس استراية دي كتير في الجسم شكرا يا حبيبي انت عارفه احنا الحصه اللي فاتت كنا بنتكلم على البيوبيلر رياكشن صح البيوبيلر رياكشن ده يا دكتوره ساره بيعتمد على الريتنا كويسه والاوبتيك نيرف كويس طب الضغط العالي ضغط على الناس دي يبقى البيوبيلر رياكشن هيبقى كويس ولا مش قوي فاهمين انا بقول ايه تاني مش عارفين التفاعل البيوبيل مع الضوء بيعتمد على ريتنا كويسه واوبتيك نيرف كويس الضغط العالي دايس على الناس دي صح عشان كده بص البيوبيلر رياكشن مكتوب ايه سلاج سلاجش يعني انا كده في المذكره تفاعل ضعيف مع الضوء لو انت عايز تكتب في الكتاب تفاعل ضعيف مع الضوء برضه خلي بالك من الحته اللي جايه دي عشان دي اخر حته هقولها بس عشان قدر ما نعرفش ايه نجنن بعض فيه هي قصه بسيطه جدا دلوقتي بالله عليك يا اخي لما دلوقتي تقعد العين تكبر كده والعين ديت فيها حاجه اسمها سسبنسوري ليجمنت ماسكه العدس شد 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 العدس تبقى ايه في الاول فلات ولا بلجد فلات ويقول لك ان الفلاتنج بتاع اللينس بيخلي الانتيريور تشامبر ديب اكتر واكتر لو طلعت فوق الانتيريور تشامبر ده مكتوب الانتيريور تشامبر ديب لسببين بلج والكورنيا وفلاتنج لللينس ما هي لما تبقى اللينس فلات هتاخد مين معاها لورا مين اللي سالب عليها ايرس هترجع هيرجعوا الاثنين لورا يبقى المساحه دي اخبارها ايه زاد طب في مرحله متاخره السسبنس ليجمنت هتقطع سبنس الرجمة تتقطع ولما سبنس الرجمة تتقطع بقى تمسكها في حكسة وتقيبها في حكسة طيب تبقى العدسة الأول سبت العدسة نفسها طب لكسيش بس مصال لكسيش العدسة نفسها سبتها لتهز يقول عليها تريميولوس لينس يقول عليها فاكو دينيسز فاكو اكتبه فيها لينس دينيسز يعني رعشة يعني عدسة العين بترتعش بتهز عدسة العين بتبتعش وبتتهز عدسة العين بتبتعش وبتتهز سؤال بقى بيطرح نفسه على الساحة دلوقتي الايرس سامدة على اللينز واللينز ادتها زومبا تبقى الايرس ثابتة ولا بتتهز رخرة هز تريميولوس ايرس لو عايز تقوليها باللاتيني تبقى ايريدو ايه ايريدو دينيسيس ايريدو دينيسيس تريميولوس ايرس يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خلاص انا خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الولد الصغير ده يا جماعه اللي عنده بصمه السبب ان كان في انوماليز اوستراكتنج الاكواس اوت فلو قفله الانف الانوماليز دي يا اما مش ديرمال ممبرين اللي هو بركان يا اما الايريس والكورنيا اصلا ما فصلوش عن بعض يا دكتور تركيب يا اما في فورورد انسيرشن ليه لونجيتودينال سيريال ليما الانسنس بتاع الكلام ده تلتين الحالات باي لاترال كارثه اخلاقيه تلتين باي لاترال تلتين باي لاترال في الاثنين يعني تلتين الحالات في العينتين ممكن يتعيني في الاثنين تلتين بويز وتلتين قبل سن 3 سنين لو هو مولود من ساعه ما اتولد عنده المرض يبقى تروكون جنتر لو لحد سنتين انفانتاي لو بعد كده يبقى جوفان الشكوى الام اللي هتقول تيلد بايزا تولد بايزا مازر هتقول المازر ايرلي لاكريميشن فوتوفوبيا بليفروس باز ليه عيشي بقى هيزي كورنيا لارج كورنيا او هيزي كورنيا لارج اي وديمينيوشن اوف فيجن طب الساين تحت عنوان اي بول ويل ديستند ان فرونت اوف انكريز اي او بي الكورنيا لارج كلير لا هيزي او كلاودي وفيها وطعاب العرض اسمها هابس استراي ادي الكورني الاسكليرا بلو الانتيري تشامبر دي الايريس بترتعش لو اللينس كانت سبلكسيت طيب البيوبل سلاجش ضعيف واللينس بترتعش برضه تريمولوس اللي هي اسمها فاكو ديني ان شاء الله الحته دي انا سبتها بس منها يعني النقطتين الفاضلين دول هنقعد نحكيهم على الاقل تلت ساعه فهنسيبهم ان شاء الله بس ان شاء الله موعدنا زي ما احنا بس يا ريت بكره اللي هيجي